المجاري يذبونها مال كربلاء بالمبزى الرئيسي مال الرزازة، شنو ذنبنا احنا؟ ظاهرة نفوق الأسماك تظهر من جديد في مبزل الرزازة التابع لمحافظة كربلاء، ليشكو سكان المنطقة الموت المؤكد للثروة السمكية بسبب المياه الثقيلة الملوثة والغير الصالحة لعيش الأسماك. احنا جاي نمر بظرف صعب بالنسبة للبزل، جاي تنبعث روائح كريهة وبعوض، يعني الليل ما جاي تنام منطقتنا، وهاي المناطق كثيرة بحدود آلاف العوائل ساكنة من اللايح لحد مبزل الرزازة، كل العوائل بالذات بالتسعين عايشة عليه على الثروة السمكية. الآن اندثرت الثروة السمكية بسبب المياه الثقيلة يذبونها بالبزل، وهذا أثر علينا تأثير جذري، وإحنا حتى بالليل ما نقدر ننام رائحة بالبزل، وهذا صورناه تصوير وموجود عندنا مثبت. بداية الزيارة ذبوا الماء الثقيل بالبزل. الرائحة الكريهة والأمراض الجلدية سبب في امتعاض سكان هذه المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي، مطالبين الجهات المعنية بعدم تفريغ المياه الثقيلة في هذا المبزل خصوصا في الزيارات المليونية. خصوص هذا البزل، هذا كل سنة تنعاد نفس الشغلة، كل سنة بالزيارة يذبون به المياه الثقيلة، فهاي عليه بيوت هواي وعليه عوائل، وهو مسافته كبيرة منا للرزازة ومن بداية المبزل، هذا كل سنة تنعاد نفس السالفة ونفس الإحجاية. ناهيك عن الثروة السمكية، عندك التلوث، هذا هنا ناس يعني بالليل ما تقدر تنام، رائحة كريهة، حشرات، أشكال، يعني هسه مشكلة صار عندنا هذا، وصار كل سنة تتفاقم نفس الأزمة، والناشد وندعي ونحكي معودين وماكو أي جدوى. هذا المبزل الرئيسي انفتحت عليه المجاري، تسبب روائح كريهة، إبادة للثروة السمكية، وهاي شوف التصوير تبعينك، وتسبب بقطع رزق هواي من العوائل، وناشد الحكومة المحلية من المحافظ إلى المسؤولين إلى البلدية بلدية محافظة كربلاء، ناشد السيد رئيس الوزراء ينظرون بحال هذا الموضوع. هذا التوسع الحاصل في مدينة كربلاء المقدسة وخصوصا مناطق البستنة أدى إلى ربط العديد من الأحياء السكنية الجديدة من خلال تفتيت البساتين إلى ربط الشبكات المجاري على المبازل، مما أدى إلى تلوث هذه المبازل. احنا حقيقة كمديرية مجاري كربلاء دخل مشروعنا لتصفية ومعالجة مياه الصرف الصحي الخدمة، وحاليا احنا جاي نطرح 100,000 متر مكعب يوميا مياه معالجة إلى المبازل. هكذا هي ثروات العراق تموت واحدة تلو الأخرى دون حسيب أو رقيب. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.